الدولار مستثمر كويس. اسمع معايا بقى يا جماعه، طلع المبالغ يا جماعه. قلنا امبارح ده موضوع مهم للغايه لحد بكره معايا. قلنا عندنا في نوع اسمه كاينتيك تولرانس، قلنا لما طريق ما حصلوش ابسوربشن، ما حصلوش ديستريبيوشن تو سايد اكشن، يا اما حصل له ميتابوليزم بسرعه، حاجه من الثلاثه. في حاجه اسمها دايناميك تولرانس، يا اما حصل نقص نمبر اوف ريسبتور. معلش الحته دي كانت شائكه المره اللي فاتت. ازاي يا دكتور النقص نمبر اوف ريسبتور يعمل تولرانس معلش اكشن؟ يعني قلنا الريسبتور كان او الدراج كان مهمته يشغل الريسبتور. افهم معايا يا بنات، الدراج كانت مهمته يشغل ايه؟ الريسبتور. فلما الريسبتور عددها اقل الاكشن بتاع الدواء ما حصلش. ومين ده اللي كان بيشغل الريسبتور؟ الابس. يعني عشان ما فيش تعارض في الكلام، ناقص النمبر اوف ريسبتور ليه تو، كلمه واحده، تولرانس اوف اجونست اي كان اسمه. في عكسها بالظبط، زياده النمبر اوف ريسبتور. هو النمبر اوف ريسبتور لما يزيد مش ده مصلحه؟ اه كده الاداء اكشن يبقى احسن. لا يا حبيبي، ما هو الدواء اللي انا مديه اسمه انتاجونست في الفرم، وقلنا انتاجونست فرم يعني مهمته يعمل ايه؟ يقفل الريسبتور. يعني هو مهمته يقفل الريسبتور اللي شغاله دي، فلما الجسم يعمل رد فعل عليه ويزود له الريسبتور بيعنده يعني، ساعتها يحصل الانتاجونست تولرانس. خلي بالك مفيش تعارض. الجملتين مكتوبين في الكتاب تحت بعض بالظبط. والكلام ايه؟ ان النص النمبر بتاع الريسبتور يعمل تولرانس الاجنس. زياده النمبر بتاع الريسبتور يعمل تولرانس لمين؟ الانتاجونس. دي الخلاصه بتاع الحته دي. عندي في الدايناميك كان في تاني نقص السنسيتيفيتي وفي ديبليشن بتاع الترانسميتر. ناقصين حاجتين مهمين برضه بيسالوا فيهم في الامتحان. سبيشال تايب اوف تولرنس. خلي بالك معايا. ركز معايا في الحته دي، احتاج نوصل لبعضها ونخش ايه في منطقه جديده برضه للاسف مهمه. حسيت النهارده برضه مهمه. طب معلش مش عارف ليه محظوظه كده. بص يا سيدي. في سبيشال تايب اسمه تاكي فيلاكسيس يا اولاد. الكلمه دي كلمه عاليه جدا في الفرد. هتشوفها دلوقتي مره وفي الاوتونوميك قريبا ان شاء الله برضه. بس شرحها كله ايه؟ تاكي بالمصطلح يعني ايه؟ تاكي بالمصطلح يعني ايه؟ سريع. لا سريع. تاكي كارديا ده بدل سريع، تاكيبنيا نفس سريع صح؟ فتاكي يعني رابد اهو عشان نلخص، تاكي يعني رابد. وفيلاكسس يعني ظاهره. ظاهره سريعه. انا مش هقدر اشرح لك لما اقول لك المثال وتفهم معايا، لان الكتاب ما قالش مثال. بس انا هشرح لك زي ما في مثال. بص معايا الصبور، الكلام ده جاي تاني وقوله المره دي. في دواء هنقابله ان شاء الله قريبا اسمه ايفيدرين يا اولاد. الايفيدرين ده بيعلي الضغط لانه تبع السمباثاتيك. بص على السبوره كده، الايفيدرين ده بيعمل ايه؟ اول جرعه من الايفيدرين يا ولاد لما بديها بيحصل الضغط بيعلى بالمنظر ده. تقول لي ماشي كويس. بجوع عملت ايه؟ وليكن دي رسم الكيرف بتوضح لك الصوره، الضغط عالي. تاني جرعه يا ولاد من الدواء الضغط بيعلى بالمنظر ده. ايه الاخبار؟ الاكشن ما تمش زي اول جرعه صح؟ بقى اقل. ثالث جرعه بديها يا اولاد الايفيدرين بيحصل اكشن بالمنظر ده. رابع جرعه بديها مفيش حاجه ابني خالص. معلش الاول اقطع الصوره. هل الايفيدرين حصل له طول الانسان من الجرعه الرابعه ولا من الجرعه الثانيه؟ حسب التعريف يبقى بالثانيه صح؟ يا ابني طول راس المعنى عامة عن معنى ايه؟ نقص الريسبونس او فيلير. هنا الريسبونس قل، هنا بقى فيلير. فالتولرنس حصل من ثاني جرعه. تقول لي طب ما صح مفاجاه. المفروض يا ولاد اللي ما بتشرب قهوه وشاي مثلا يحصل لك عليهم تاقلم امتى او تبلد امتى؟ بعد سنه شهرين ثلاثه يا جدع. لكن من ثاني جرعه هذا سبيشال تايب. عايز افهمه لك، يبقى تاكي فيلاكس معناه ايه؟ رابيد توليرنس تو دراج. قلنا هنا حصل من ثاني جرعه على طول، الدراج ما عملش اكشن زي ما كان. نقعد ندور على السبب، تعالى ركز مع الصبور. الايفيدرين ده لما هيقابلنا هتعرف ان هو دواء لو مؤاخذه في اللفظ عويل. يا عويل يا دكتور، دواء كسول ما بيشتغلش بنفسه. ان شاء الله اشوف الرسمه دي الاسبوع الجاي. دواء ايه؟ رسمه البري سينابتيك نيورون. وهنا في فيزيكال مليانه نور ادرينالين يا اولاد. الستور بتاع النور ابنفرين او نور ادرينالين. طبعا هنا في ريسبتور بره اسمها الفا وايه؟ وبيتا في السمباثات. المهم ما علينا. الايفيدرين ما بيجيش يشتغل على الفا والبيتا. لو بيشتغل على الريسبتور كنت انا استريحت. الايفيدرين بيشتغل عن طريق ميدياتور وسيط اسمه نور ادرينالين. فالميفرين بيعمل ايه؟ قال لك الايفيدرين يا سيدي العزيز بيشتغل اندايركت باي ريليز اوف نور ادرينالين. ده اللي بيطلع يعمل اكشن. السؤال بقى لما اديت اول جرعه المخازن كانت عامله ازاي؟ مليان. وازيك عامل اكشن ده؟ اديته الجرعه الثانيه المخازن عامل ايه؟ اقل. وبعد قال لي طب مش فيها دكتور ريسنسز؟ الايفيدرين بجرعته بتلاقي بتتاخد ورا بعضها، يعني مش هيلحق يحصل ريسنسز للنور ابنفرين.
البيس مش عايز يعيد تصنيعه، ولذلك هيجي على المخازن زي ما كانت. حاليا المخازن مثلا 100 ونص، يوم مطلع كميه من النور في الترمينكشن ده، ثالث مره يجي هي المخازن اقل كمان، لحد ما يجي في رابع مره ما يلاقيش اصلا نور ايه، ولذلك يحصل تولرانس. السؤال بيقول بقى، شوفوا على ده كله عشان يقول لك الجمله اللي في كده عندي، لو انت زودت جرعه الافيدرين هل هتحصل على نفس الاكشن؟ يعني هتبقى الاكشن يرجع تاني؟ فكر معايا لو سمحت. يعني اذا لو زودت انا جرعه الافيدرين زي ما بقول كل مره، قلنا حل التولرانس زود الدوز، هل هيحصل الاكشن ده تاني ولا لا؟ قولي لا ليه؟ لانه معتمد على ايه؟ ميديتور. يا ابني هو الافيدرين جاب اخره، هو بيطلع نور ابن في المخازن، النور ابن خلص. ولذلك حصل مصطلح اسمه تاكي فيلاكس. يبقى انا عايز اعرف المصطلح يعني ايه؟ والمثال افهم بيه الكلام اللي عندي. يبقى تاكي فيلاكس معناه ايه؟ رابيد توليرانس تو دراج. هسال ورد بقى، ليه حصل توليرانس للافيدرين يا ولاد؟ ديو تو ايه بقى؟ اسمع، ديبليشن. الكلمه دي على فكره مكتوبه فوق والله. ديبليشن اوف نور ادرينالين ستور. وبالتالي الكتاب كاتب كلمه عمري ما كنت هفهمها لك بالمثال ده. هل لو انا زودت الجرعه هيحصل اكشن زي ما كان؟ رد عليا، عمره. الحل الوحيد ستوب دراج على المخازن ايه؟ كلمه تاني ثم ارجع عيد الدواء. وزي الكلام ده هيقابلنا قريبا في الاوتونوميك تاني. يقول لك ليه يا ابني بيحصل الافيدرين تاكي فيلاكسيس ما بيحصلش مع دواء اسمه ادرينالين؟ على فكره ادرينالين ان شاء الله لما نشوفه في الفارما لسه ما ابتدتش حاجه، بس معاه الصبر. ادرينالين لما نشوفه يقول لك اشتغل دايركت على الريسبتور، يعني ايه بيجي اهو؟ اشتغل بنفسه الفا وبيتا. فعمر ما يحصل منه تاكي فيلاكسيس، ليه؟ اشتغل بمجهوده. وزيك يا شباب يبقى خلصت الكلام ده في سؤال واجابته بس. يبقى اكتب السؤال معلش. اكسبلين افيدرين او تاكي فيلاكسيس، اكسبلين تاكي فيلاكسيس. ويز افيدرين نوت ادرينالين. تفسيرك ايه ان التاكي فيلاكسيس بتحصل مع الافيدرين مش مع الادرينالين؟ عايز بقى حد كده يقول لي كده انا قلته لو سمحت. ليه بيحصل تاكي فيلاكس؟ طبعا معلش الله يكرم اصلك، لازم في الاجابه تعرف له مصطلح التاكي فيلاكس. اي كلام كده يبقى شايف نجيبه في سؤال واجابه يبقى خلصت. يلا هنقول ايه يا ولاد؟ ليه بيحصل تاكي فيلاكس مع الافيدرين مش مع الادرينالين؟ يلا مش محتاجه بقى. ها هو الاول الافيدرين الاول انا عارف الافيدرين اكت باي ايه يا ولاد؟ ها الافيدرين بيشتغل ازاي؟ اكت باي ريليز اوف نور ادرينالين بين قوسين كده اندايركت اكشن، هنسميه ان شاء الله في الفارما قدام كده فعلا اندايركت اكتنج دراج. وبالتالي تقول له ايه؟ ديبليشن اوف نور ادرينالين ستور يحصل ايه يا ولاد؟ رابيد توليرانس اللي هو اسمه تاج ايه؟ فيلاكس. انا كده فهمت الجزء الاول من السؤال. تاني الكلام ليه الافيدرين بيحصل له تاكي فيلاكسيس؟ نقول تاني الافيدرين ده بيشتغل اندايركت بطريقه غير مباشره. يبقى الافيدرين اكت باي ايه؟ ريليس اوف نور ادرينالين اندايركت اكشن. وذلك لما يحصل ديبليشن اوف نور ادرينالين ستور يحصل ما يسمى رابيد تولرنس. السؤال بقى الكلام ده ما بيحصلش مع ادرينالين يا ولاد؟ لان هتقول له نوت ويز ادرينالين. نوت ادرينالين هنا ادرينالين ماله بقى؟ كلمه واحده بس ادرينالين اكت ادرينالين اهو بين قوسين اكت دايركتلي على ريسبتور. ان شاء الله احنا هنعمل جدول مقارنه ما بين ادرينالين وافيدرين في الاوتونومي، فهتلاقي الكلمه دي منورانا جدا. انا ما يهمنيش ده كله لان ده كله جاي في الاوتونومي عادي، الكتاب نفسه عارف كده، فقال لك ما تسيبهاش معلومات، بس يهمني المعلومه اللي مكتوبه عندك في المذكره والكتاب. اللي هي ايه بقى؟ بس معايا ده السؤال بتاعي. ما انت لما تفهم ده ترد عليا. يقول لك ايه؟ لما زود الدوز شفتها ولا لا؟ دي خلوا ده سبيشال. طيب يا ابني اي تولرنس في الدنيا لما بزود الجرعه بحصل على اكشن صح؟ هنا لما بزود الدوز هل بحصل على اكشن؟ لا. ليه؟ المشكله لا في الدواء ولا في الريسبتور صح؟ المشكله في الميديتور في النص. وبالتالي عشان كده سموه سبيشال تايب. الله يكرمك يا انسان. يبقى انا لو زودت الدوز ما بحصلش على نفس الاكشن، هي دي الكلمه اللي عايز افسرها لك من الاول. ده قصه اول سبيشال تايب وتاكي يا ولاد باختصار. تاكي يعني رابيد، فيلاكسيس يعني تولرانس، هنا ظهرت تولرانس. فبيحصل رابيد تولرانس مع بعض الادويه على راسها الافيدرين لو سمحت. طيب يا سيدي ادي اول سبيشال تايب. تاني سبيشال تايب عشان نفهم ومعلش يفهم كتير لان الكتاب كاتب سطر بس عايزك تفهم اللي وراه. اسمه كروس تولرانس. خليك معايا صبوره. ان شاء الله قبل لما تبقى دكتور انستيزيا قد الدنيا هتقابل ناس كتير منهم الحشاشين والمدمنين.
المريض المدمن مخدرات بيبقى تخديره صعب، صح ولا لا؟ انت عارف كده؟ طب ليه؟ على فكره لما بديله دواء مخدر يا ابني مش هو اللي كان بياخده، مش هو اللي بياخده في الشارع. يعني لما بديله دواء مخدر مثلا من ادويه الانستيزيا مش هو المخدر اللي ماشي عليه. بديله دواء عمره ما سمع عني، بس لما ياخد الدواء ده تحس ان ما استجابش له. ليه بقى؟ لان في مادة عام او سبيشال تايب اسمه كروس تولرانس. شفت عندك الاسكيما ايه؟ يعني ايه كروس تولرانس يا سيدي بقى؟ نقول لك هو تولرانس لدواء اول مره المريض هياخد الدواء ده. تقول لي طب ده حاجه غريبه فعلا. يعني اول مره في حياته ياخد الدواء ده ورغم كده ما عملش اكشن، تقعد تقول له يا حاج تعالى. يعني مثلا سي ان انا ادي له مورفين مثلا، مورفين. انت يا حاج خدت مورفين ده قبل كده؟ عمره. طب امال ما عملش اكشن من اول مره ليه؟ هو اكيد ماشي على دواء من نفس المجموعه او مدمن لدواء من نفس المجموعه اللي هو مين في الصدريه؟ هيروين. قالوا لي مورفين ولاد عم عيله واحده. فلو واحد مدمن هيروين واديته مورفين النهارده يقول لك ولا اي حاجه، متعود عليه. بلاش المثال الصعب، الهيروين طبعا مش دواء، يعني صعب ايه الصدريه. نقول مثال اسهل، انت عندك هتشوف ان شاء الله في العنايه المركزه اسمه بيسيدين. بيسيدين ده ابني هو مسكن محترم، بيسيدين اسمه بيسيدين. بيسيدين ده انت لو بتجيبه تجيبه بواسطه. لما يجي لك واحد قريبك الاستقبال ولا حاجه ان شاء الله متكرر وعنده مثلا كانسر بين، عنده حاجات من دي ربنا عارفين يعني ايه، عايز مسكن قوي، فتقول له اجيب لك اقوى حاجه متاحه قدامي بيسيدين. فلما تديله بيسيدين وما تجيبش مفعول استغرب، ده اقوى مسكن قدامي، يبقى اكيد هو كان مدمن مورفين. يعني البيسيدين والمورفين ريليتد جروب، مجموعه اسمها اوبيويد. هذا ما يسمى في الفارماكروس ايه؟ تولرنس. يبقى كروس تولرنس معناها ايه؟ ان واحد بياخد دواء اول مره وبالرغم من كده ما عملش اكشن. ما عملش اكشن ليه؟ لانه ماشي على دواء ايه؟ قريب له، يا اما نفس الجروب بالظبط يا اما ريليتد للجروب ده. يبقى ده التيم سبيشال تايب يا اولاد. وده هيقول لي انت هزود الجرعه يا ابني خلاص، ما هو من اتعود جسمه على المورفين فالبنزين مهما زود جرعته مش هيعمل اكشن. يبقى هنا عندنا تو سبيشال تايب اوف تولرنس مهمين جدا. مصطلح اسمه تاكي في الاكسس ده تعريفه سهل، رابيد تولرنس. ومصطلح اسمه كروس تولرنس يعني ايه؟ تولرنس تو دراج فروم فيرست دوز. لان المريض ماشي على ايه؟ رد عليا على هذا دراج بس اوف ذا سيم اور ريليتد جروب. دلوقتي سبيشال تايم التولرنس يا ولاد. اخر كلمه نقفل بقى الموضوع ده عشان الموضوع اللي بعدها اهم برضه. الاثنين نفس الجروب، الاثنين اوبيويد اللي هم نفس الريسبتور تقريبا كمان، بس مش لازم كل مره يكون نفس الريسبتور. يعني اقول مثال اخر، لو واحد ماشي يا ولاد على منومات اسمها باربيتوريت مثلا وده اديله انا وديته مخدر، هتلاقي برضه المخدر ما يجيش معاه فوق. اللي متعود ياخد ادويه منومه سينيس ديبريس، فتلاقي دايما الدكتور يحتاج يعمل ايه؟ يقعد يدي جرعه عاليه بزياده قوي. هذا اسمه سبيشال تايب ولاد اوف ايه؟ اوف تولرنس. اخر كلمه نقفل بيها المصطلح ده اللي هي بقى من الحصه اللي فاتت، الكاركتر بتاع التولرنس. بص يا سيدي معايا، الكاركتر عموما يا ولاد في كتابنا قالوا عشان ما تنساهاش وانت بتذاكر، اختصار في كلمه اسمها راندوم. ادي ار، ادي اي، ادي ان، ادي دي، ادي اي. اسمع معايا على الصبوره ورد عليا، كل ما اقول لك كلمه قول لي ليه. اول حاجه اقول لك التولرانس بيبقى ريفرزابل بس بشرط يكون اكوايرد. معلش يعني الكلمه دي ربط الكلمه دي. في تولرانس مش عندنا في منهجنا اسمه كونجينيتال. المريض بيبقى مولود بيه. وهذا بيبقى حاجه جينيتيك ملوش حل، انسى. لكن لو هو اكوايرد مكتسب يبقى ريفرزابل. السؤال يعني ايه ريفرزابل يعني؟ هيتحل ازاي؟ ها؟ انا قلتها الحصه اللي فاتت والله. ايوه حاجه من الاثنين، يا اما ادوت دوز يا اما ستوب دراج فور تايم اللي هي دراج هوليدي. يبقى كلمه اول كلمه على ريفرسبل دي اعملها ازاي؟ ازاي تحل التولرنس يعني؟ حاجه من الاثنين، ازود الدوز يا اما ستوب دراج فور تايم، وقف دراج فتره. وقلنا دي لها طريقه عندنا في الادويه ان شاء الله نقابلها في كل المنهج. طيب يبقى اول صفه ريفرسبل بس لو اكوايرد، لانه لو كان كونجينيتال انسى، وده مش عندنا في منهجنا. رقم ثلاثة، not affect all action or أو at same extent. يعني يا دكتورنا أنا هتكلم معلش عن مثال في الترم الثاني اسمه مورفين، مش كل الأكشن بتاع المورفين بس لا تنقص نفس القدر. إزاي يا دكتور؟ معلش ركز معايا اللقطة دي تعرفها وهتجي لنا بالتفصيل الممل في الترم الثاني. المورفين إن شاء الله في الفارما له 25 أكشن، ورغم كده ان شاء الله ربنا هتحفظهم اسهل من الاسبرين، الاسبرين له 10 بس ال 25 بتوع المورفين هيبقوا اسهل لانهم لهم طريقه حفظ سهله. فالمورفين ابو 25 اكشن دولت
هناخد منهم اربعه بس، ركز مع الصبر كده. المورفين كان الناس كلها دواء عارفاه بيعمل ايه؟ انالجيزيك. يعني ايه انالجيزيك يا ولد؟ لا مش مخدر خالص، مسكن. المورفين كان مسكن بيعمل اكشن يزعل اسمه ريسبيراتوري سنتر، ها ديبريشن كلمه بتزعل. بيعمل اكشنين كمان، هاخد من ال 25 اربعه بس. بيعمل حاجه اسمها ميوزس، وبيعمل حاجه اسمها كونستيبيشن. خليك معايا الصبوره بقى. احنا خدنا من 25 اربعه المسر بيهم. لو انسان بياخد مورفين، الانسان بياخد مورفين باستمرار ده بيبقى حاجه من الاثنين، يا مدمن، اللي بياخد مورفين باستمرار يبقى مدمن، يا اما ربنا عارفين واحد عنده كانسر بين فانا بيصرف له مورفين وبيصرف له بروجيتا مختومه يعني. طيب الانسان ده لما ياخد مورفين فتره قول شهر هيحصل ايه؟ وجدوا ان الكلام ده بيحصل في المورفين بس مش كل ادويه. تولرانس الاثنين دول وبيت الاكشن، يعني بيحضر بيقدر الاكشن دي بتختفي ولا يعني كمسكن بيختفي، كريسبيراتوري سنتر ديبريشن بيختفي، كايفوريا بتختفي، كاكشن على الكاف سنتر بيختفي. كل حاجه من المورفين تقريبا اكشنها بيبدا يختفي عن المريض. وذاك حتى كمسكن بيبدا الاكشن يختفي، يعمل ايه في الجرعه يزودها. وجدوا ان في اثنين اكشن مهما تدي مورفين عمرهم ما يختفوا، هو ميوزيس وكونستريشن. دولت ما بيحصلهمش تولرانس ابدا. طبعا الكلام ده مش كلام عام، الكلام ده في المثال بس. بعدين طب بعدين هقول لك وفكر معايا. لو واحد مدمن مورفين تدور على ايه اللي هيستمر معاه؟ قول بقى، ها ميوزيس وايه؟ ولذلك لما تبقى انت مثلا خلصت السنه دي ان شاء الله على خير وراح في الاجازه بقى الصيف تقعد ايه؟ صيدليه مثلا. فالصيدلي جاله واحد عايز ايه؟ دواء كحه مثلا، مثلا او ده مش عارف ايه، قال له احنا مش عندنا. تقول سيادتك ايه؟ لا يا دكتور ده جه جاب ما عندناش. يا سيادتك ما كنتش موجود امبارح جابوه. طبعا الراجل عمال يقول لك كده والراجل واقف ولا شيء. هو ايه اللي شافه في الراجل خلاه مش عايز يبيع له دواء؟ عينيه. يا ابني المدمن بيبان من عينيه. بيبان في عينيه البيوجرا عارفينها ولا لا؟ تبقى دقيقه جدا. ومهما اخذ مورفين ان شاء الله يقعد طول عمره، بيفضل عينيه دقيقه طول عمره. وذلك حاجتين كده بيسموها حتى بين بوينت بيوبيك، سمعت الكلمه دي؟ وبالتالي الميوزس والكونستيبيشن هنا حاجتين ما بيحصلوش تولرنس. هذا الكلام بيحصل مع كل الادويه؟ لا. هذا الكلام في كتب مسميها تيشو تولرنس، ان التيشو هي اللي حصل لها تولرنس التيشو لا. ده سبيشال كاركتر لبعض الدواء هو مورفين اللي عندها في المثال في المنهج، والتفسير اللي جاي في المورفين ساعتها. يبقى عد معايا ايه الكاركتر كده لحد دلوقتي. قلنا اول كاركتر ريفرسبل بس مش شرط يكون ايه؟ قلنا ريفرسبل يعني لها حل. الكاركتر الثاني مش كل الاكشن بيحصل لها تولرنس بنفس الايه؟ نفس الكيف او كيف الكامل. في اكشن بيحصل لها تولرنس بسرعه، في اكشن ما بيحصلهاش ابدا. ولا تنسى المثال الوحيد عندنا في المنهج مورفين. الاكشن بتاع المورفين كله بيختفي الا اثنين، مين هما الاثنين؟ جدع. ولذلك بيشخصوا بيهم المدمن يا ابني. لانه كل ما بياخد مورفين بيستمر هذا الاكشن عنده. طيب تعال نتكلم على الكلمه الرابعه اللي اتذاعت. ديبندنس بيحصل بعد التولرنس. ديبندنس معناها هنشوف ان شاء الله مكتوب بتفصيل يعني ادمان بالعربي. ادمان في بعض الاحيان التولرنس بيدخل معانا الديبندنس. مش فاهم يا دكتور؟ يعني لما واحد يكون مثلا خد مورفين وبدا الجسم يتاقلم عليه بيعمل ايه في الجرعه؟ جدع. وبعد ما يزود الجرعه الجسم يتاقلم تاني يعمل ايه؟ يزود لحد ما يخش الادمان يعني. فمعظم الادويه اللي بتعمل تولرنس، مثال اخر فاكر باربيتوريت؟ في نوربيتون. في باربيتون ده كان انزيم انديوسر يكسر في نفسه، وبالتالي الدواء الجسم ما لحقش يستفيد منه. ولذلك الادمان اللي بيعمل في الجرعه بيزود فيخش في ادمان. ولذلك دايما الادمان بيبقى ورا التولرنس بعض الادويه. فيتبات كان الادمان اهو، يبقى هنا ديبندنس بعد التولرنس. اخر حاجه يا اولاد خمسه، بقول لك افكت اثرابيوتيك نوت توكسيك دوز. بص اقول لك حاجه حلوه. واحد يقول لي يا دكتور لو انسان خد جرعه توكسيك من دواء مش ممكن يحصل تولرنس وبالتالي ما يحصلش اكشن؟ الفارما لها بيزك او قاعده عامه تنفذ في الفارما بس. في ماده ان شاء الله في سنه رابعه اسمها توكسيكولوجي، هتاخد كل اللي بتقوله ده بس ايه؟ بتوكسيك دوز. هتلاقي الكلام اتقل. ليه يا دكتور؟ القاعده الفارما ما بتطبقش على التوكسيك دوز ابدا حتى تولرنس. يعني لو دلوقتي انت اديت توكسيك دوز يقول لك ايه؟ ما هو المفروض كده الجسم هيحصل له تبلد من الدواء وبالتالي مش هيحصل اكشن للمريض فمش هيحصل له حاجه. ده كلام مش عقلك. دايما التولرنس بيحصل مع ايه؟ رد الثيرابيوتيك دوزز بس النورمال دوز. اما التوكسيك لا، انت كده خرجت بره الاطار. يعني معلومه ليك، الاسبرين بالنورمال دوز لو واحد عنده فيفر بتقل صح؟ اسبرين لو واحد عنده فيفر وخد اسبرين حراره تقل. عارف لو اسبرين اتاخد بتوكسيك دوز هخرج بره الاطار. هتعرف ان شاء الله في الترم الثاني
توكسي دوز واسبرين بتعمل ايه؟ هايبر سيرمي. اذا هنا الاكشن اتقلب اهو ليه؟ التوكسيكولوجي او التوكسيك دراج بيخرج بره القاعده بتاع الفرد. فهنا ما يحصلش معاه تولرنس ابدا. يبقى اذا دلوقتي الكاركتر سؤال صغير في الامتحان يقول لك كده قول لي كاركتر اوف تولرنس. بس سؤال صغير اهو. اربع سطور. هتقول رقم واحد ترد عليا يلا. وتعال وعيش ريفرسال ما تسمعش طلباتك كده قول كلمتين جنبها على جنب. يعني ايه ريفرسال جنبها؟ كان بي تريتد باي نوت اند نوت ها؟ انجيز دوز اور ستوري دراج فور تايم. قلنا ريفرسال دي مرتبطه بالاكوارد يعني دي مش يعني تبعها. اثنين نوت افكت اول اكشن ات سيم اكستنت. المثال الوحيد مين يا ولاد؟ مورفين. مورفين عنده اكشن كتير بس في اكشنين ما بيحصلهمش تولرنس مين ومين؟ كونستريشن وميوزس جدعان. رقم ثلاثة للأسف التولرنس بيدخل على ايه؟ ديبندنس الواقع الديكشن ادمان. رقم أربعة التولرنس نوت افكت توكسيدوز. عشان ما حدش شيطان يوز يقول لك ايه انا هاخد 30 قرص. اقول له هيحصل ايه ده؟ يقول لك المفروض الجسم يحصل له تبلد. فما يحصلش اكشن والتاني كده هينفيد جدا. التولرنس مع التوكسيك ما ينفعش. انسى الفارما خش في مادة اسمها توكسيكولوجي بتاعتي. قول يا دكتور. بس لا ليه في البرد؟ ما هو هقول لك حاجه بقى، ما هو انت كده جبت من الناحيه، بص يا جماعه الراجل بيتكلم انا فهمت عليه. بقول لك ما احنا لما يحصل تولرنس بنزود الجرعه، زود الجرعه، زود الجرعه. طب ما هو ده ربنا عافينا سبب وفيات الادكشن بتاع المورفين. شوف كده معظم الشباب اللي بيتوفوا من المورفين، توفوا ليه؟ اوفر دوز صح؟ هو ما كانش عايز ينتحر على فكره، يعني ده سبب ان هو انتحر، هو ما انتحرش، هو كان عايز يعمل الدماغ بتاعه زمان. فعلق جرعه حصل يبان ان الجرعه طلعت توكسيك مات. وصلت؟ ها ماشي. تعالى بقى اللي نايم يصحى. رقم اربعه اللي هي نوت افكت توكس يعني ايه؟ لو واحد خد اوفر دوز من دواء مش هيحصل معاه تولرنس. بدليل ان المورفين بتو اوفر دوز كان ساعتها لو حصل تولرنس ما كانش مات المريض، صح كده ولا لا؟ لان كان تولرنس ما حصلش الاكشن. لا الاكشن ظهر ومات المريض. لان التوكسيك دوز عدت الفارما بقت حاجه ثانيه. بص معلش اللي جاي بعديه ده اسمع معايا لو سمحت. يعني النهارده احنا عندنا التولرنس كان مهم جدا. اللي بعدهم كمان مهمين جدا، عارف لما دلوقتي خلاص هتلاقي الجون خلاص خلص. في مصطلح كده على السريع مش عايز تعرفه انا مش هزعل. الكتاب ما تدركش ايه بس هو بالمره جه لانه هيقابلنا في الاوتونومي. اسمه انتولرنس. عكس ايه يا ولاد؟ اكتب جنبه لو سمحت سوبر سنسيتيفيتي. اكتب جنب كلمه انتولرنس بيسموها اسم ثاني كده هنقابله في الاوتونومي اسمه سوبر سنسيتيفيتي. وهيقول يا دكتور يعني بالبلدي يا ولاد هنا لما بدي جرعه الدواء الاكشن بيحصل بزياده قوي. يعني مش اكشن بيقل لا الاكشن بيحصل فوق ما كنت متوقع ونطبق بمثال. اسمع معايا. بص يا سيدي العزيز. يعني يا دكتور الاكشن حصل بزياده. الاكشن اللي انا متوقع يحصل برضه مش اكشن مفاجاه. حصل بس بليفل عالي قوي. خد مثال في دواء هيقابلنا ان شاء الله اسمه ادرينالين هيقابلنا كتير قوي ان شاء الله. ادرينالين ده قبل لو اديته لشخص طبيعي زيه وزيك كده ادرينالين لو اديته لشخص زيه وزيك هيعلي هارت ريت. اسمع معايا صبر. ادرينالين في الناس كلها بتزود هارت ريت بس بليفل يعني قول لي انت مثلا نورمال هارت ريت كام؟ هارت ريت بتاعك كام مثلا؟ 80 لما ادي ادرينالين يا ابني يخليه 140 مثلا. ده كده اللي انا متوقع في اي شخص ياخد ادرينالين هارت ريت بتاعه بيعلى. لكن انا لما ادي هذا ادرينالين بنفس الجرعه لشخص تاني الهارت ريت يزيد بس يوصل كام بقى؟ من 80 ل 450. طبعا هذا في الفسيولوجيا سمعت عنه اسمه اتريال فايبريليشن. تذبذب اذيني. هتقول لي بس قول لي بقى ايه اللي حصل؟ المريض ده الاولاني ده شخص طبيعي زي وزيك. التاني ده عنده حاجه اسمها سوبر سنسيتيفيتي. الريسبتور بتاعته عندها سنسيتيفيتي عاليه جدا. على فكره المريض ده عنده كلمه واحده لو عرفتها تبقى خلصت. هو عنده سيروتوكسيكوزيس يا ولاد. حد عارف يعني ايه الكلمه دي اصلا؟ السيرويد في الفسيولوجي كانت بتعلي السمباثيك صح ولا لا؟ الناس ربنا يعافينا عندهم غده درقيه عندهم السمباثيك عاليه قوي. فالريسبتور بتاع السمباثيك يا شباب عندها سنسيتيفيتي عاليه جدا. فلما ياخد ادرينالين هيشتغل الريسبتور بس مش زي الشخص الطبيعي بقى لا سوبر. ولذلك نحترم نفسنا نعمل ايه في الجرعه هنا بقى؟ ها يو ماست ديكريز الدوز. هذا مصطلح صغير كده اسمه انتولرانس او اسمه هايبر سسبتابيلتي او اسمه سوبر سنسيتيفيتي. وركز عشان في سؤال هيطلع دلوقتي في خمسه كده بعد شويه. السؤال اجابته في كلمه واحده. يبقى السوبر سنسيتيفيتي هو ايه؟ اكساجريشن معايا يا شباب. اكساجريشن اوف نورمال ريسبونس اوف دراج. يو ماست تعمل ايه في الدوز؟ ها؟ ديكريز. شكرا.
ايه؟ الثايرويد اللي هنقابلها ان شاء الله شبابنا، الثايرويد بيعمل ايه؟ بتزود السنسيتيفيتي بتاع السمباثيتيك اللي هي البيتا ريسبتور. فالبيتا بتبقى كفايتها عاليه مش زينا كده. فاي جرعه صغيره من الادرينالين تعمل اكشن زياده. يا اولاد يا اولاد ايه؟ الشكورة معاك في ايه؟ انا معلمت مش فاهم، ربنا كلمني وشايف كل حاجه اهو. قول. اجتمع. انت رايك نفسه؟ لا، هي المشكله في مريض. يعني الادرينالين هنا ما كانش خلاف، هو نفس الدواء. المشكله كانت المريض نفسه الريسبتور بتاعته سوبر سنسي. الراجل ده نايم يصحى ولا عشان اشرح المصطلح الجاي ده معلش لازم اقدم له دواء. دلوقتي احنا جينا على المجموعه بتاعتنا دي وزعنا على كل طالب فينا قرص اسبرين واحد، اسمع معايا الكلام، قرص واحد بس، قرص واحد من الاسبرين، قرص مش بقول لك 10 طلاب. والمجموعه كلها خدت القرص ده، كل واحد خد القرص بتاعه، ويعني قعدنا نشوف بقى اللي حصل. واحد بطنه وجعته شويه ده متوقع من الاسبرين، معايا يا شبابنا؟ واحد بطنه وجعته عادي ده متوقع لان ممكن يعمل قرحه في المعده. واحد تاني حصل له بليدنج تندنسي سي ان هو كان عنده اصلا سيوله عاليه ممكن متوقع. وكل واحد حصل له مشكله متوقعه. في واحد بقى لا قدر الله حصل له ايه؟ اسمع عشان الكلام ده سمعته في البايو. اسبرين لما اتاخد حصل له كلمه اسمها هيموليسيز اوف ار بي سيز. فوق معايا قوي. نقعد ندور على الشخص ده، ايه المشكله اللي عنده؟ تلاقي المشكله مش في الدواء، لان الدواء المجموعه كلها خليته ما حصلش حاجه. يعني كل اللي حصل سايد افكت معتدل. هيموليسيز دي حاجه مفاجاه. اكيد ان الراجل البيشن ده عنده حاجه غريبه. سمعت عن حاجه اسمها يا جماعه فافيزم؟ بجد قول لي الفافيزم اسمها ايه في البايب؟ ازاي اسود ولا 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 بلوكيو؟ ايوه جي 6 بي دي ديفيشن، صح كده ولا لا؟ جلوكوز 6 فوسفات هيدروجينيز ديفيشن. اسمع معايا بقى الكلام. الكتاب ما شرحش تفاصيل ممله، كل واحد جاب فيه سطرين والسطرين هو ملخص السطر اللي عندك، نفس الكلام مش هتقول مش تلاقي حاجه فرق. قول لي القصه بقى كامله لكن على السبورت. هو من البايو كان بيقول لنا ايه زمان؟ هذا الانزيم الحمد لله موجود عندنا كلنا اسمه جي 6 بي دي، بيحول ماده اسمها جلوتاثيون يا اولاد، جلوتاثيون الى حاجه اسمها زمان ريديوس دي جلوتاثيون. هذا الريديوس دي جلوتاثيون كان بيعمل ايه؟ بيحمي الار بي سيز من اوكسيدايزنج ايجنت، صح كده؟ الانسان اللي ما عندوش هذا الانزيم جينيتيكالي طبعا عنده جينيتيك ديفيشنس في هذا الانزيم، ساعتها لما يتعرض لاي اوكسيدايزنج ايجنت يحصل عنده ايه؟ هيموليسيس. اشهر اوكسيدايزنج ايجنت عندنا الفول طبعا، الاسبرين والصلفة والانتي مالاريا، فاكر الكلام ده؟ حلو. السؤال بقى، من الانسان ده لما خد اسبرين وحصل له هيموليس، هل انا كنت متوقع كده؟ يعني ده من ضمن الاكشن نورمال دراج؟ لا، هذا ابنورمال وانبريدكتبل اكشن. اسمع معايا الكلام، يبقى ده ابنورمال وانبريدكتبل اكشن اوف دراج. هل المشكله في الدواء؟ رد عليا. امال المشكله فين؟ جينيتك ديفكت عند المريض، المريض كان عنده جينيتك ديفكت في انزيم اسمه ايه؟ جي 6 بي دي. وهذا مصطلح يا اولاد اسمه ايديو سينكراسي. مكتوب عندك اهو، انا اسف. عندك يا سيد العزيز ما تزعلش. ايديو سينكراسي. الكتاب ما كتبوش عنوان، اسمع بس معايا. الكتاب ما كتبوش كعنوان. بس في الامتحان بيجي العنوان. ايديو سينكراسي اسمه في الكتاب جينيتك ديفكت. اسمع معايا. ايديوسينكراسي او اسمه ايديوسينكراتيك رياكشن بيسموه جينيتك ابنورماليتيز. طبعا كلمه جينيتك ابنورماليتيز كلمه سهله حلو، لكن لازم تكون عارف الكلمه دي موجوده في المنهج قدامي. خلينا نخلص منها دلوقتي. ايديوسينكراتيك رياكشن او ايديوسينكراسي يعني بقى ركز مع الصبور. التعريف يا جماعه في الجنرال ابو سيده، التعريف هو ابنورمال ولا نورمال ريسبونس؟ ابنورمال. بريدكتبل ولا انبريدكتبل؟ هتقول لي انت متوقع كده؟ لا طبعا، لو كنت متوقع كده عمري ما كنت هديله اسبرين. هو ابنورمال انبريدكتبل ريسبونس ديو تو جينيتك ابنورماليتي او جينيك ديفكت. طبعا ده مش جينيتك يا ابني، انسى مالهاش حاجه. صح ولا لا؟ يعني هل هنا الحل عايز ازود جرعه بس؟ قال له جرعه؟ يعني دلوقتي اسال سؤال، هل هنا الاسبرين لو قللت جرعته مش هيحصل هيموليسيس؟ رد عليا. اسال، هو خد ايه؟ قرص واحد بس. عبيبك لو واحد عنده فافيزم وخد قرص واحد، واحد تاني ما عندوش فافيزم وخد 10 تراس، اللي عنده فافيزم هيحصل له قرص واحد، واللي ما عندوش فافيزم مش هيحصل له مرض حتى خد 10 تراس. اذا الجرعه مالهاش لازمه. ولذلك اكتب لي الله يكرم اصلك جنب الكلمه دي نوت دوز ديبندنت. الكلمه دي مهمه جدا جنب التعريف.
احنا دلوقتي في الفاكتور رقم كام عشان الناس تفهم معانا؟ 6. ايديوسينكراسي او جينيتك ابنورماليتي جنبها نوت دوز ديبندنت. وبعدين يعني يا دكتور يعني هنا ما تقوليش قال الجرعه يا ابني عندي ورس واحد قال لي تاني. هنا المشكله عند المريض مش في الدواء، ما هو اللي جنبه واخد الدواء ده مش حاجه، يبقى ده مصطلح يستحق التوقف عنده بيحبوه في الامتحان. يبقى تاني مصطلح يا جماعه ايديوسينكراسي او الاسم الاسهل جينيتك ديس اوردر ابنورماليتي معناها ابنورمال انبريدكتابل ريسبونس تو دراج ديو تو ايه بقى رد عليا؟ ها؟ جينيتك. طبعا بتحصل في كل الناس؟ لا، دايما بيبقى عددها قليل يا جماعه. احنا قلنا عندنا في مصر كام واحد عنده فافيزا؟ هيطلع نسبه قليله. يعني مش احنا مثلا 100 مليون هيطلع عندنا كام؟ لو نص مليون نسبه قليله برضه. طيب يبقى نوت ايه نوت افكت اول بيبل؟ افكت فيو نمبر. هل كل ادويه اللي عند المريض اللي عنده فافيزا ممنوع عنه؟ لا. يعني كل ادويه ممكن تعمله هيموليسيس؟ لا، بعض الادويه بسميها له. على راسها طبعا يا ولاد الاسبرين والسلفا، عارفين كده؟ يبقى اذا الاول مثال بفهمك اهو، اول مثال الايديوسينكراسي الاسبرين بروديوس هيموليسيس في الشخص اللي عنده. رد عليا سيبك انت من الاختصار، ترجمها لي. اي جي 6 بي دي ديفيشنسي دي جلوكوز 6 مسكر جينيت ديفيشنسي دي فافيز. ده اول مثال. هنا بقى مش هقول لك مثال وشكرا، لا يا حبيبي. الاربع امثله هنزود الخمس، الخمس امثله كلهم يتفهموا. ده اجمال، ده يمكن حصل لا تاخد الامثله دي. ده المثال، حد عنده مشكله فيه؟ ده اول مثال اسهل مثال. فوق معايا في المثال الثاني. ده الدواء اول مره هنسمع عنه لانه جاي لسه في الفارما، ما كنتوش قبل كده في الفيسيولوجيا ولا حاجه. في دواء اسمه ساكسنايكولين. ساكسنايكولين ده ولاد كليك معايا على السبوره كده اقول لك قصته كامله. وانا مش عايز تكتب حاجه. قال لي عايزه السطر اللي عندي. ساكسنايكولين ده بيشتغل في الفارما سكيليتال ماسل ريلاكسنت، يعني ايه؟ بيعمل باسط للعضلات. وقال لي طب احنا عايزين نعمل ريلاكسيشن في الماسل امتى؟ قبل اي جراحه. دكتور قبل ما يخدر مريض او يعمل له جراحه لازم كل عضلات تبقى ايه؟ ريلاكس. ساكسنايكولين يا اولاد بيقعد في الجسم فتره تقرب من ربع ساعه بالكثير او نص ساعه. يعني اقصى رقم سمعناه نص ساعه. لانه بيحصل له رابيد ديستراكشن بانزيم اسمه سودو كولين استريز. طيب معايا الصبوره بقى. كلنا الحمد لله عندنا الانزيم ده موجود في البلازما. اسمه سودو كولين استريز، والاخر اسمه ترو كولين استريز. بيكسر ساكسنايكولين خلال 15 دقيقة إلى إن أكتف ميتابولايت. تقول لي ماشي ده الطبيعي. فوق معايا على الصبورة إيه اللي حصل؟ بعض الناس بيبقى عندها الإنزيم ده قليل. قول لي هيحصل إيه ساعتها؟ الإنزيم ده مش موجود. مين اللي هيتجمع في الجسم عنده؟ جدع ساكسنايكولين ده لما يتجمع يعمل إيه؟ بص يا سيدي هو من رحمة ربنا ساكسنايكولين لما بيعمل ريلاكسيشن في المصل بياخد بترتيب معين. شوف الترتيب ده حلو ولا وحش لنفسك؟ ما تمشي حاجة. كل التفاصيل دي مش مطالب بيها دلوقتي. انت مطالب بالمثال تفهمه بس. المصر بتتضرب كالاتي، اول حاجه الابر ليمب واللور ليمب. الابر ثم اللور ثم الهيك والنيك ثم الانتر كوستال مصر والدايفراجماتيك مصر. عايزه تقول ايه؟ اخر مصر بيحصل لها ريلاكسيشن او باراليسيس بتاع التنفس صح؟ بما انه ما بيقعدش في الجسم فتره طويله. لما يبقى انسان بقى يا اولاد عنده نقص في الانزيم اللي بيكسره اسمه سودو كولين ستريس، قول لي يحصل ايه؟ الساكسنايكولين ده في الجسم فتره ايه؟ اطول فياخد المصل بتاع التنفس فيحصل مصطلح اسمه ابني ايه؟ ابني يعني ايه يا ولد؟ فكه في النفس. تاني معلش افهم. هو بيقول لك الانسان اللي عنده جينيتك ديفيشنسي في السودو كولين ستريس الساكسنايكولين بيقعد في جسمه فتره اطول فيعمل باراليسيس اوف ريسبيراتوري مصر فيحصل عنده مصطلح اسمه ابني ايه؟ هذا جينيتك عنده هو. طب معلش انا عايز اشغل مخك معاك. سالنا بتوع التخدير يا جماعه الكلام ده بيحصل ولا كلام كتب؟ كل يوم. بقول لك يا احنا كل يوم بنشوف حاجات من دي. تلاقي مريض داخل كده بيديله ساكسنايكولين وفجاه ايه نفس ويقف. طبعا هو بيلحق مفيش مشكله هو اصلا كده كده بيبقى مركب على تيوب ومتعلق تنفس صناعي فبتلحق. في دكتور قال كلمه مره وموجوده في كتابنا قدام قال لك انا ممكن الشخص ده انقذه كحاجه واحده 10 سم دم من نفس الفاصله لمريض اخر. قول لي بقى ال 10 دم هيعملوا ايه؟ ايوه ايوه لو قلت لك الانزيم ده موجود في البلازما صح؟ وبالتالي انا ممكن انقله شويه دم من نفس الفصيله فيهم هذا الانزيم خلاص على الدواء بس انت على قرايب طبعا صح ولا لا؟ مش اخوك لان جينيتك ممكن يبقى منتشر في العيله وزي الكلام ده تاني اكزامبل اللي تفهمه صم سيبك من وسط عايز اقراه معاك عشان اقول كلمه اصلا هو مكتوب عندك ايه؟ ساكسناين كولين ايه؟ ابني بيحصل امبيشنت ويز ايه بقى رد؟ سودو كولين ستريس ديفيشنسي اكتب بقى على جنبك ده
due to paralysis of respiratory muscle. القصه يا اولاد ان السكسيه كل ايه لما ما بيتكسرش في الجسم بيعمل كلمه واحده paralysis. هي على فكره دي paralysis هي relaxation بالظبط. paralysis of respiratory muscle فساعتها يحصل هذه مشكله. السؤال بقى هل الجرعه فرقت معايا في حاجه؟ لا. هو امبول واحد حصل منه كده يبقى ده جينيتك بارت تحترم فيه المريض. تعالى هقول لها بعدين يا جماعه لما المريض ده للاسف اول مره كده كده لازم تتعلم عليه. اول مره بيجيني بيحصل له الكلام ده. المهم بعد كده ما حصلوش. وذلك الدكتور لازم يكتب له كده في الورقه بتاعته ان هو يكتب له كده مره سكسر من قبل والتاني يكتب له الاولاني فافيزم. سجل اللي يقول للمريض كده لا يا حاج انت لازم تعرف ان عندك مشكله. لما تقول له يا دكتور قول لي بس المريض هيفهم. رقم ثلاث ركز معايا معلش لازم الاربع امثله وفي خامس كمان. في عندك مشكله بتحصل اسمها مالجنانت هايبر سيرميا مع دواء اسمه هالوسان. فوق معايا على السبوره لو سمحت. هالوسان ده دواء مخدر سمعت عنه؟ ما سمعتش عرفت. هالوسان ده مشهور جدا في مصر انهاليشن انستيزيا. اتلغى من العالم كله ولاد. لانه دواء توكسيك. احنا في مصر ان هو رخيص شويه. فهموا تاني. هالوسان ده ظروفه ايه بقى؟ في بعض الناس لما بيتعرض للهلوسان ده بيطلع من العمليه بيقعد فتره عنده فيبر جامده ويموت. تقول لي ايوه طب بالراحه بقى كده الله يكرم مصلحتك. اسمع يا سيدي اولا بس عايز عشان ما اخاف منك لسه الثقه مش موجوده. كلمه هايبر سيميا سهله يعني ايه هايبر سيميا يا ولاد؟ حراره عاليه اعلى من الفيبر. الفيبر ده درجه الهايبر سيميا اعلى منها. يعني ممكن فوق ال 40. طيب مالجنت يعني يعني عايز اسال اصل في ناس ممكن ترجمها تودينا في داهيه. تقول لك مالجنا ده يعني عنده ورم خبيث هو اللي عامل كده. لا غلط. مالجنا توصف المرض او الشخص يا ولاد. يعني مالجنا بمعنى عام معناها ان حاجه مالهاش حد. يعني ممكن انت اصلا في اللفظ ده تستخدمه بعدين لما تاخد الباثولوجي السنه دي يقول لك ايه؟ الدكتور ده مالجنا. تمام تقول كده. يقول لك يا ابني يعني ايه؟ تقول له يعني ايه؟ في الشفوي بالذات. تقول لك الدكتور ده انا بقول له اي اجابه مش عاجبه حاجه وكل حاجه صفر. يقول لك كده. فالهايبر سيما مالجنا يعني ايه؟ يعني صعبه العلاج. مهما تجيله حاجه تنزل حراره ما تنزلش، كمادات ما بتنزلش. السؤال هنا عايز افهمه. ليه الهلوسان عمل في الناس دي مالجنا هايبر سيرميا؟ ليه زاد الحراره عندهم؟ اكيد في جينيتيك هو مش كده. فوق معايا على السبوره. اللي حصل كالاتي. هلوسان لما بيتاخد من ضمن اكشن اللي بيحصل هو ده مش المقصود بس من ضمن الاكشن اللي بيحصل انه بيطلع الكالسيوم من المخازن بتاعتها. الكالسيوم في موجوده في العضلات فين؟ عضلات ساركو بلازميك ريتيكولوم. عارفين كده؟ فالكالسيوم بيطلع المفروض يعمل انيشال كونتراكشن في المصل ثم ريلاكسيشن. اسمع يا ولد هلوسان لما بيشتغل من ضمن الاكشن بيحصل ايه؟ الكالسيوم بيبدا يطلع من المخازن عشان يعمل ايه؟ يحصل ريلاكسيشن في المصل بس ده يحصل انيشال كونتراكشن وبعد كده ايه؟ ريلاكس طول العمليه. حظ بعض الناس ان عندهم جينيتيك ديفكت في الاسطور بتاع الكالسيوم يعني يطلع ما يرجعش. الكالسيوم اللي طلع ده من الساركوبلازم جاي يرجع يقول له لا يا حبيبي. فعلا دي الجينيتيك اللي عنده. قول لي بقى يحصل ايه؟ لو الكالسيوم ما رجعش بيه في المخازن بتاعته يظل في المصل يعمل ايه في المصل؟ مصل سباز او كونتراكشن طلع حراره تبقى اللي اسمها مالجنانت ايه؟ هايبر سيرميا. تقول لي طب وبعدين؟ تاني كلمه انا عايز بس اقول التفسير لان ناقص عندك كلمتين معلش. اصريت تكتبهم لي. المالجنانت هايبر سيرميا مع لوسان تاني. هو الجينيتيك لسه ما قلتوش يعني الاولى والثانيه سالين. ده عنده نقص الانزيم وده عنده نقص الانزيم. ده عنده ايه؟ اسمه هلوسان لما بيشتغل من ضمن اكشنه هو اناسيتيك انا عارف مخدر بس من ضمن اكشنه بيعمل ايه؟ ريليز اوف كالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولوم. يحصل المفروض في المصري ايه؟ انيشال كونتراكشن زين ريلاكسيشن طول الوقت. في بعض الناس عندهم جينيتيك ديفكت ازاي؟ في الاسطور. يعني الكالسيوم ما يرجعش تاني للمخازن. تقول لي طب وبعدين؟ يظل الكالسيوم شغال يعمل في المصل اسباز. هذا الكونتراكشن مستمر في المصل يطلع ايه؟ حراره بيسموها مالجنانت هايبر ايه؟ سيرميا. انا بقول لك المشكله حلها مش مشكله دلوقتي بس اقول لك اكتبها لي بقى عندك. يبقى انا معاك عشان اكتب كلمه واحده. مالجنا هايبر سيرميا ويز هالوسان او سكسان كولين. ناقص لك كلمه. عنده ايه المريض ده؟ مخلي الهالوسان يعمل كده. هتقول له بقى ها؟ جينيتيك ديفكت ان كالسيوم ستورج في حته اسمها ايه يا ولادنا؟ ان ساركو بلازميك ريتيكو. يبقى اللي حصل كله ان الكالسيوم في مشكله في رجوعه للمخازن فاصبح موجود بره طول الوقت ثم موجود بره بيعمل مصل اسباز يعمل هذه المصيبه. وعلى فكره يا ولاد هو دايما عيب الطب ايه؟
اللي هي كلمه كيب ان مايند، حط في مخك الموضوع. ما ياما ناس خارج من العمليه عندها فيفر بيجي كله يفكر في ايه، اكيد تلوث انفكشن، اكيد مش عارف ايه، ويقعد يفكر في حاجه لحد ما حد يجي يفكر بس ايه بقى، يقول لك ده في حاجه اسمها كده من الهلوسات مالتنا هايبر سيم. حضرتك دي بتتحل ان شاء الله بالجزء في ده ان شاء الله هيقابلنا قريبا بعد بطولونك على طول، اسمه دانتورلين مش مهم اسمه، ده بيحل اسئله ضيقه. لكن لو قعدت تدي اي حاجات لحرام ما بتنزلش. يبقى ده تالت واحد بقى. بص يا ابني انت في البيت معرفش الكتاب كاتب سطرين، السطرين هم السطر العلم بس، هو عايز كلمه، عايزك دايما تقول لي الدواء عمل ايه ليه بس. هقول له ده لحد دلوقتي الامثله هنا كلها مهمه. اسبرين عمل هيموليسيس في بعض الناس ليه؟ قول لي المشكله اللي عندهم جينيتك. يلا ها بروفيس ستة وسبعة جيني ديفيشنس اللي هو فافيز. ادي واحد اثنين، ساكسنايل كولين عمل ابني في بعض الناس ليه؟ عندهم نقص في انزيم اسمه ايه؟ سودو كولين ستريز. ايوه كده. رقم ثلاثة، الهالوسان عامل ملجنت هايبر سيميا ليه؟ عندهم جينيتك ديفكت. الناس اللي ورا معايا جينيتك ديفكت فين؟ كالسيوم ستورج في الساركوبلازميك. ايوه كده. المثال الرابع، فمي على السبوره ايسون يا زي. معلش هنا ما قلتلكش الامتحان ازاي، مثال واحد يكفي. لا يا حبيبي، الاربع امثله كلهم مهمين، وساعات الاسئله بتيجي على ايه؟ على فهمك المثال. بص على السبوره، الايسونيازايد دواء بتاع تي بي يا شباب، تبركلوزس. خليك معايا السبوره هنا، الايسونيازايد اسمع بس معايا الكلام السهل اللي لمساكم ايه ونخلص. ايسونيازايد ده يا ابن الحلال دواء بتاع تي بي، ودواء الفيرست لاين في تي بي. ما علينا، بيتكسر بانزيمات اسمها اسيتايليتور، انزيم موجود في الليفر. وعلى فكره الاستايليشن دي تبع فيز 2، عارف فيز 2؟ فاكر حاجه اسمها ميتابوليزم؟ اللي ما حضرش الحصه الجايه ميتابوليزم على فكره، لما اقول اعاده يبقى الحصه الجايه ميتابوليزم ان شاء الله. فيز 2 دي اصلا كلمه اسمها كونجوجيشن. الاستايليتور دي بتعمل كونجوجيشن للدراج. المهم ان الدراج ده بيتكسر بالاستايليتور. في نوعين من البشر يا جماعه موجودين عندنا، في ناس عندهم رابيد استايليت، خليك معايا الصبوره بقى، وناس عندهم سلو استايليت. يا ابني اللي عنده انزيماته سريعه، الدراج هيلحق يقعد في الجسم؟ هيعمل سايد افكت؟ هتقولوا له. يبقى هنا دايما اللي عنده رابيد استايليت بيبقى له سايد افكت، عرضه الجانبيه قليله. مش ده قضيتنا عليك، انا مش عايز ده ما يخصنيش في حاجه. اللي مكتوب عندي واللي انا مطالب بيه النوع التاني بقى. الانسان اللي بياخد ايزونازايد وعنده ايه؟ سلو استايليتوس، يعني ايه؟ انزيماته هو طبيعتها كده، جينيتك بطيء. قول لي يحصل ايه يا سعيد تاني؟ الدواء في الجسم وقت اطول صح؟ بيعمل ايه؟ لود يزود سايد افكت، يحصل كلمه اسمها نيورايز. الكلام ده كده حلو يعني ولا اي حاجه، بس بصراحه هو في تفاصيل كده انت ما فهمتهاش. يعني لحد دلوقتي الكلام سهل اهو. السؤال تاني، ليه الناس اللي عندهم انزيمات اسمها سلو استايليتور الايزونازايد بيعمل فيهم بريفال نيورايتس؟ سهل، ايه الفكره؟ ها؟ الدواء بيحصل ايه في الجسم؟ اكيوميليشن، بيقعد فتره اطول، فصل فيته بتبان. انا اقول اللي جاي اللي يفهمها يفهمها، ما فيهاش مش مشكله، لحد هنا انت استاذ. الناس اللي كانت ايزونازايد بما ان الانزيمات بتاعتهم بطيئه فالدواء في الجسم فتره طويله، فعمل سايد افكت وبان على المريض. اللي عايز بقى يفهم بجد، عايز يبقى دكتور، نقول له الدواء ده اهو حصل له هباب ان الاستراكشر بتاعته في الصيدله المصنع يعني شبه الاستراكشر بتاع فيتامين اسمه فيتامين بي 6 اللي هو بايريدوكسين. اسمع معايا تاني الكلام ده الله يكرمك تقيل بس ما تكتبوش. بقول تاني عشان بقى مخك كبير. الايزونازايد ده كاستراكشر ككيميكال استراكشر شبه الاستراكشر بالظبط بتاع فيتامين بي 6. تقول لي ماشي وانا مالي؟ لو الانزيمات سريعه بالطلسه، يعني بالطلسه بتكسر الدواء بالعافيه. ما بتلحقش تاخد بالك ان في حد شبهه في الجسم. ما بيحصلش حاجه. لكن لو الانزيمات اسلوب يا ابني، عارف الواحد يذاكر بالراحه؟ ما يسيبش كلمه. يقوم يطلع بقى ايه؟ كلام كبير. فالانزيمات الاسلو وهي بتكسر الدواء ده بتاخد بالها ان هو شبه مين في الجسم؟ رد. حلو، فتاخد في الانجليزي بيقولوا كده مين؟ فيتامين بي 6، فيحصل له ديفيشنس في الجسم. طبعا فيتامين بي 6 من ضمن الكومبلكس بتاع فيتامين بي، فيخش في حاجه اسمها بريفرال ايه؟ ده الكلام ده. بس انا مش عايز تبص. هقول له بس اللي مكتوب عندك في الكتاب ومذكره ليه؟ ان الناس اللي عندهم جينيتك سلو استايليتور الايزونازايد فيهم بيقعد فتره طويله فبيدخلنا في سايد افكت اسمها يا شباب نرد نيورايتس التهاب في الاعصاب. المثال بص على فكره مش هم اربع سطور ده بيتكلموا في صفحه هو ما شرحش على فكره ما شرحش عشان ما شرحش بس بيقعد يقول كل جمله في كلمتين كده
اسمع سيدي معايا بقى، ناقص لك مثال اكتبه عنه. هما كده خمس امثله، معلش استلم مثال كمان خامس. اكتب المثال ده معايا، الله يكرم اصلك، معلش انا رخم عليك. في ظهر الورق عشان ما كانش ايه، مش عايز فيه تقعد هنا ضيف. اسمع يا سيد عزيز، مثال اخير بقى. هو عادي يكون نايم من ناحية بنشرح كلام كتير والله، يبقى نام بكرة. اسمع المثال رقم خمسة لو سمحت. عايز اطمن بس من البايو، اصل هو بص احنا الجورنال ده بنقعد نطمن كل المواد. عايز بعد ما فهمت الصدمة بجد، عايز محتاج فيسيولوجي بس، اللي هو طبعا عندكم كمين. بص يا سيدي اسمع معايا. سمعت ولاد عن حاجة اسمها، اسمع يا شباب بقى، الايرن كان بيجمعوه كده في الفيسيولوجي مع بعض عشان يكون هيم، صح؟ فاكر الكلام ده؟ كان في حاجه في الطريق كده في النص اسمها ايه؟ ايوه بورفرين، الله يكرم اصلا. فاكر الكلمه دي؟ البورفرين ده يا جماعه، يا جماعه راجل مش عاوز لا طبيعي خلاص، انت خلاص بتسكت عليه. الناس كلها بصت يا جماعه، يا راجل انت مش تقطع يا عم. المهم في ماده اسمها بورفرين دي يا اولاد، اللي هو الايرن لما بيتجمع بين بورفرين ثم بيتجمع عشان يكون ايه؟ هيم. بقى كلمه يكون هيموجلوبين ثم ار بي سي. ماشي انت عايز تقول ايه؟ هناك دواء عندنا في الفارما اسمه فينوباربيتول. عايز حد يقول لي سمعتي اسمه فين في الفارما؟ اساتذه انت قلت انزيم ايه؟ يعني بيحفز انزيم، صح؟ انزيمات كتيره. اسمع معايا الكلام بقى. هذا الفينوباربيتول بيحفز انزيم في البايو. الكلام ده في البايو بالظبط اسمه، هو الكتاب حتى اختصر ما قالش اسمه. قال لك الطالب عارف، يا مش عارف، قال لك عارف. اقول اسمه انت شوف. اسمه ايه؟ ايه اللي ايه سنسيتيز؟ كده عرفنا الالة ده، بس كلها عارفة الالة دي؟ طب الالة دي بتصير ايه؟ لا يا ليه غلط؟ يلا ايوه في ناس قالت صح اهو. هو مش قال، هو الالة ده ما هو برضه الكتاب قال الناس عارفاه. هو لازم تعرف تصير ايه مرة واحدة، هو فعل بيتواجد زي كده كده بس بعرفه مرة. اسمه ايه ده؟ لا مش قايلين يا جماعة، ما تقولوش قايلين مني، انا هشتغل بس مين كده كله كابتن ليه يا جدعان؟ امينو لافيولينيك اسيد سنسيتيز. بالامر انا خلاص خلاص هي راحت. اسم عبيتك مش عبيتك. الكتاب نفسه قال لك خلاص هي اختصار. طيب عشان خلصت يلا لسه الحصه فيها شغل. مره من نفسي اخرجه على طول. طيب معلش، هو اليوم ده كده مغطوب عليه مش عارف ايه. طب استنوا صبرا بس بس يا حبيبي. فينوباربيتول خلاص يا جدعان بقى، كانزايم انديوسر بيحفز انزايم اللي احنا خلينا عليه ده اس اس دي، صار على فكره متفق عليه. فيساوي التصنيع مين في الجسم ده؟ البورفرين. البورفرين ده المفروض يستهلك عشان يصنع ايه؟ هيمو ار بي سي. قدر المريض عنده جينيتك ديفكت تصنيع الار بي سي، مين اللي يتجمع في الجسم؟ البورفرين. البورفرين ده بيتجمع منين؟ ايوه البورفرين دي عباره عن ايه؟ المريض عنده ايه؟ جدع ياخد السكن والنيورو والكيدني ممكن يحصل له والهيمو والار بي سي يحصل لها هيموليسيس. المهم اسمه البورفرين يا اخويا. ركز معايا تاني. اكتب سطر واحد، معلش اكتب سطر واحد معلش. اكتب كده السطر مثال رقم خمسة. انت لسه ما قلتليش المريض عنده مشكلة. اقول بس سطر. فينوباربيتول. فينوباربيتول. اهو. انكريز. طبعا انت فهمت هو بيحفز ليه الانزيمات؟ لان طبيعته انزيم انديوسر. فبيحفز الانزيم اللي اسمه الا سنسيتيز ده، بدون ما نقول يا عم اسمه ايه. فبيزود مين تصنيعه؟ بيزود البورفرين سنسيز واحد يقول واحدين. هنا المفروض البورفرين الكاونت ده يا جماعه الجسم يستهلكه في تصنيع ار بي سي. هنا بقى اللقطه. اي واحد فينا بياخد فينوباربيتول بيحفز الانزيم ده، فالجسم ياخد الكلام ده يستهلك الار بي سي كده بتتكسر فبيجدد. في ناس عندهم جينيتك بقى ديفكت في استهلاك البورفرين ده يا جماعه، فيتجمع في الجسم يعمل ايه بقى المرض اللي اسمه ايه؟ ها البورفيريا دي يا اولاد عايزين بس عرض واحد فيه، عرض واحد فقط. هو قال لك على كتابنا قال نيورولوجيكال ديجنريشن، بيحصل دامج في النيورون بس. حلوه قوي الكلمه دي.
يبقى تاني يا اولادنا الله يكرمك المثال الاخير ليه الايديوسينكراسي او الجينيتك ابنورماليتيز بالادويه. يبقى ايه يا اولاد الفينوباربيتون؟ ها استيموليت او انكريز الا سنسيتيز اذا البورفرين يحصل مادس البورفاريا. واحد يقول لي طب ايه المشكله؟ صح حد دلوقتي ده كده مكتوب القضيه كانت فين؟ اللي طبيعي ان الانسان الطبيعي بيعمل ايه؟ لما البورفرين ده بيتجمع يستهلكه يعني يطلع منه ايه؟ هيم سوماربيسيز. هو عنده ديفكت بقى جينيتك ديفكت هنا. يبقى الانسان ده لما ياخد فينو باربيتون هيخش المرض ده يبقى هذا جينيتك. السؤال بقى الجرعه لازمه؟ اقل جرعه تعمل هذه المشكله. اذا يا اولاد معلش النهارده كل مثال له وقته وله مذاكرته. لازم يا سيدي كل مثال يتشرح بالتفصيل. يبقى النهارده لسه قلنا دقيقتين. ما هو سبحان الله الحته دي كانت ايه؟ ساعه اهو. هتلاقي حته انها تاخد دقيقتين. اسمع بس وانا اللي عارف. حته انها تاخد دقيقتين اعرفه وامشي. معلش هسال بكره عشان هيخلص والله لو حصل ايه؟ يوم الاحد ما بكره في حصه طويله معلش. امينو لافيولينيك اسيد يعني خلاص مش مهم. اهم حاجه ايه اللي خلاص. عادي تكمل دي لو انت جاي سالم وصابك الستات. هيدي يا عم ده ازاي؟ بس اسمع عشان اسمع. بص يا ابني هعرف الرجي هعرفها واسال سؤال ب 5 جنيه واسيبك خلاص. عايزك تكسب 5 جنيه قبل ما تمشي. عندنا المصطلح اللي بعد كده اسمه يا شبابنا اليرجي او هايبر سنسيتيفيتي. كانت معايا صبوره. طبعا ده مصطلح مشهور جدا في الدنيا ومصطلح مهم عندنا برضه في الامتحانات ان الدواء يتاخد جنب اليرجي. القصه يا جماعه ركز معايا الصبوره بس اسمعوا يا شباب. هو الدواء ده كفورين كمولوكيول ساعات الجسم بيعتبره فورين بودي. اسمعوا يعني يعتبره انتجن. سمعت حاجه اسمها انتجن؟ طبعا وساعات مثلا هتاخده في المايكرو يعتبره هابتن. هابتن ده هو انجن بس صغير بيتحد مع بروتين في الجسم يكون انجن. مش قضيتنا. الجسم لما شاف ده اعتبره انجن فما مسكتش طلع له انتي ايه؟ انتي باي. ده عندنا كام نوع؟ خمسه عارفينهم ولا لا؟ الميوجلوبين خمس انواع ماجن وجامد اي حاجه. فبيطلع انتي بودي ده بيعمل ايه بقى؟ يتحد انجن يعمل كومبلكس او رياكشن. هذا الرياكشن بيحصل على كل انسان بشكل مختلف. يعني في ناس سؤالات اخرهم ايه؟ سكين ريش جلده كله احمر. في ناس يحصل لهم ارتكاريا معايا. في ناس لا قدر الله بيحصل كلمه تزعل قوي اسمها انافيلاكتيك رياكشن. طبعا انا الاسماء دي كلها جايه بس انا عايز اسمع بس هو اللي حصل هنا لما واحد ياخد دواء وجسمه كله يحمر او يقعد يهرج هل ده اكشن طبيعي؟ لا لا عمري ما عرفت اتوقعه. هذا ابنورمال برضه انبريدكتبل برضه ريسبونس اوف دراج. بس هنا مش ديوتو جينيتك بقى يا ولاد. هنا ديوتو ايه بقى مكتوب عندك؟ انجين انتي بودي رياكشن. يبقى هنا الفكره كلها ان الكلام ده حصل اكواير مكتسب نتيجه انجين انتي بودي رياكشن. السؤال الارشي بيسموه الاسم الثاني هايبر سنسيتيفيتي. هل بتحصل مع كل الناس يا ولاد؟ لا طبعا بعض الناس وبعضهم لا. مع كل ادويه الفارما؟ لا برضه. دايما في المايك يقول لك مش مع الفيرست دوز. ليه؟ معلش الكلام بره الموضوع بس اعرفه عشان ما حدش برضه يعدي كلمه. انت عارف الميميون بتاع الفسيولوجي زمان وهتعرف في المايكرو ان شاء الله الترم ده ان في حاجه اسمها الميموري سيل. الاول مره الجسم اتعرض لانتجين ممكن يعديها ايه بدون مشاكل. لما يشوف ده يقول له لا انا شفتك قبل كده. الميموري سيل تخلي المناعه اعلى فيستجيب يعمل مشاكل. طبعا اللي عايز يكمل القصه لما يفتح لي انتجين مع انتي بودي يحصل ايه؟ يكسروا حاجه اسمها الماست سيل. الماست اللي بيطلع ايه يا ولاد؟ بس كتير. استامين ده واحد في غيره. استامين براديكاينين سيرتونين بروستاجلاندين وكذا. طبعا يطلع يعمل بقى اليرجي بقى ايا كان نوعها. ماشي؟ ولذلك بنقول تعريف وعلى فكره الكلام ده برضه يا اولاد نوت دوز ديبيت. تعالوا على الكلمه دي صم.
سيبك من كلام نوتك كله عادي نوت دوس دي منك الله كده. عندنا اتنين ورا بعض عشان الكلام بتاع حصه بكره هيبقى على مين؟ في بعض الحالات الشرح ده بجد نوت دوس دي منك يعني ايه؟ يا ابني اللي عنده الرجي من دواء لو خد قرص واحد بيحصل له حساسيه، واللي ما عندوش الرجي لو خد خمس قرص مش هيحصل له حاجه. فنوت يبقى عندنا النهارده اتنين لا يعتمدوا على الجرعه، مين ومين بقى؟ عايز اقرا اللي فات اقراها مره ما تستنيش. اقرا اللي فات اسمها ايه؟ افصى عليك يا ابني ما تتكسفش مني. اقراها غلط وبعدين استطاعها ما تطلعش منها مش عارف اقراها. اسمها يا اولاد اللي فاتت ايه؟ طول انا سنين. انزل تحت شويه. ايديو سنت يا ابني انت بتقول اسماء لعيبه صعبه يا جدعان. ايديو سنكراسي. ايديو سنكراسي الله يكرمك انطقها مره ايه المشكله يعني؟ ما تكسفش. ايديو سنكراسي ده اللي هو جيت جرافيكس. هطلع خمسه جنيه واسال سؤال. ماشي. اسرع وادق اجابه، وخلي بالك الاجابه ممكن تكون صح بس مش دي اللي انا عايزها، انا مرتب نفسي على معلومه معينه. ماليش دعوه. انا طالع خمسه جنيه. اسمع ركز يا ابني ساكت يا ما فيهاش واحد بيسافر ما بيسافرش، عايز ادق. في كلمه واحده يا دكتور قول لي الفرق ما بين هايبر سنسيتيفيتي وسوبر سنسيتيفيتي. قول يا دكتور، لا استنى انت ما تقولش، لا. يلا يلا يا جماعه خليك معايا اهو. استنوا معلش هو ما عادش يتكلم دكتور حاجه زوغها قول يا ديدي. ها الهايبر 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 اما الالرجي تبقى على فكره الهايبر هي ايه؟ اسمه طلع كده في الكلام انت كده مش صح. السوبر سنسيتيفيتي بتعمل ايه؟ بتعمل الاكشن بتاع الدراك بس بشكل اكزاجريتد يعني النورمال بس بزياده صح؟ صح كده ولا ايه؟ ماشي كمل بقى. الالرجي بيحصل ساعه الكبت الثاني ده مرفوع بس بشكل برضه زي ما قلت على الكبت. ما انت كنت ماشي هو الراجل قال النص الاول زي الفل، نص ثاني بصراحه بعد شويه. معلش انا لسه. اللي قرر يا جماعه لسه برضه معلش. حد يرد على الفرق ما بين سوبر سنسيتيفيتي وهايبر سنسيتيفيتي. كلمتين ده صغير. مفيش لاش. قول يا دكتور اسمعه. لا. اقعد. قول يا دكتور ها. لا ما دي سهله دي لا لا لا. طب استنوا بس. اكتر من الدوز الثانيه لا. مش سامعك. على فكره الدوز دي صح بس مش مطبق عليها. هو فعلا في واحده معتمده على الجرعه اللي هي سوبر سنسيتيف. لا ما سنسيتيفش معتمد على الجرعه بس مش معتمد على الفلوس. قول يا دكتور اسمعوا. مش سامع. اسمعوا يا جماعه. انت قلت الاولى انت قلت كويس هو نورمال اكسجيتد ريسبونس الثانيه ايه؟ ها؟ قول اقول قول اقول مش سامع جدع ايوه يعني مش متفق عليه بس يعني بص يا سيدي هو راجل اجابه اقرب واحد بص هو انا عارف الناس كانت بتقول قريب الكلام بس عشان ابقى دقيق يعني القصة فين؟ في الشافوي ساعات الدكتور بيبقى جاي من بيتهم مطلع دماغه بيقول لك بص يا ابني تعالى بس انا عايز الكلمة دي عشان تكفوا البركة. ما الفرق بين سوبر وهايبر سنسيتيفيتي يا ابن حلال؟ سوبر سنسيتيفيتي هو نورمال اكشن بس بزيادة. أما هايبر سنسيتيفيتي اب نورمال أصلا من الآخر. صح ولا لا؟ يعني مين راح مسكين يا ظلمة؟ اكس ما يمشي بقى يا عيال ماشي. اللي عنده 5 جنيه اللي هو. يبقى طلعها عشان بسيط فيها. في حاجات كتير. ده دوس دي مين ده تمام دوس دي مين ده الكلام ده ينفع بكره هتحفظ حته صغيره مش مشكله النهارده خدت صفحه واحده بس ده طويل لان بكره مش هذاكر الصفحه دي ما يجيش يوم الاحد في امتحان على الجنرال كله ان شاء الله بص الورق بتاعك اهو هنسيبه تحت في الدور العربي في المكتبه كل واحد ياخد ورقته لوحده محدش يقعد يعمل في الورقه بتاع الناس. ما انا مش هقعد بس احط لكم شيء عادي جدا. اه لا احنا موجودين على الوقت. خلصوا تعالوا ايوه احنا. بكره الصبح هتيجي الجامعه موجوده. مصر كلها شيء طيب. تقريبا احنا خلصنا نص، خلصنا نص الثاني ممكن حاجه. لسه ما حدش فاهم بس هي مش النهارده ولا بكره.
عمو هنا يا جماعه اسمع وانت بقى في الاخر بعد عمو احمد تحت في احمد تحت في احمد تحت قول له بس الناس هو قالها دي الدكتوره ما تعالش من دلوقتي رجعوا لا والله احمد لازم من تحت تكون عشان يا دكتور انا مش عارف